هو ملجأ للقطط، قن للدجاج، مستوعب للنفايات. المهم أنه لا يمكن أن يكون منزلاً لعائلة مؤلفة من 5 أفراد. ولأن الأوضاع المعيشية الصعبة في لبنان تدفع بالإنسان لفعل أي شيء من أجل الحصول على لقمة الطعام، هذا هو حال إحدى الأخوات التي تتعرض للاستغلال بكافة أشكاله لمجرد الحصول على 5000 ليرة حسب تأكيد أحد الجيران الذي رفض البوح بأكثر من معلومة يعرفها أمام الكاميرا. يعني الله يعينها، بدها رايحة من محل لمحل بالترات، دايرة بالشوارع، كل يوم بيجي واحد شكل بيقول لها بدي اياك ويضحكوا عليها. ولكل فرد من هذه العائلة وضعه الخاص، ففاطمة تتعرض للضرب المبرح على يد شقيقها، وعليا لا تفقه النطق، فكيف تعيش هذه العائلة؟ لا بي بحباب الله هيك بيعطونا ناس هيك أكل وهيك، بس هيك والله بعض أوقات بنام كشف هيك، ما بنام كشف ما في عندهم بطانيات زيادة بالبيت، واني ما في كن بغدان هيك بس ما في بطانيات ولا في شيء. عمري 5 سنين. قديش عمرك؟ 5 سنين. اسنع علي، انت شو بتكوني جوعانة او بردانة يعني؟ جوعانة. أما الجيران فبعضهم يقدمون العون والبعض الآخر يكتفي بعبارة الله يساعد. الله يعينهم، هن كونهم معترين بس بتعرفي على خفة عقليتهم صريخ وإزعاج خفيف. نضل يصرخوا ويعيطوا بالليل، كل تعا صريخ وعيط وتكسير وكبح شهر كله. أنا صاحب الدكانة موجودة بالحي، أنا جيت من فترة معينة هون، بعرف الجماعة مساكين ودراويش أقد حالهم يعني. على أمل أن تلتفت الجهات المعنية إلى هذه العائلة وإلى أوضاعها المزرية.